ألا يا الله إني طالب طاعتك ورضاك وعلم اللي أذكره وهذا الخير نذكر به. أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي بحماك تفرج هموم القلب يا فارج الكربة. اليا ذعذع الغربي وحرك غصون الراك وناح الحمام وعالي يا صوت يا جهر ما تم. في شيء تحب تقوله في الختام مثل ما اعطينا فرصه للشباب؟ اشكرك يا اخوي خالد واعتذر عن الاطاله، والحقيقه انه نورتونا كثير في الاسئله هذه. والله والف شكر، الف شكر والله لاخواني المتسابقين، وابارك للسقايه والوفاده وللرفاده. يعطيك الصحه والعافيه. نقول ان شاء الله الجاي الجاي احسن اجمل. واشكر جمهور قناه بدايه وجمهور الاعلام محافظ كافه، واشكر جيش الرفاده على وقوفهم معنا. يعطيك الصحه والعافيه. شكر لكل الجمهور السقايه والرفاده والوفاده، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، دائما ما يكون الحديث حقيقه في هذا البرنامج عن البحث فقط عن الاثاره، لكن نرغب فعلا ان لا تكون الدائره فقط اثاره، وانما نستفيد ونذكر بعض المواقف ونركز حقيقه على العلاقه مع الوالدين وبعض المواقف معهم في فرفشه وفي مواقف وفي بعض الاسئله هي اجتهادات. نسال الله عز وجل ان يوفقنا للصواب وللخير دائما، وتكون فقره الدائره ليست فقط فقره لكشف الفضائح او كشف بعض الاشياء او الاحراج، وانما ايضا للفائده والاستفاده وذكر بعض المواقف والانجازات اللي يقدمها حقيقه كل واحد من الشباب. نشيد حقيقه بكل الشباب اللي كانوا هنا ولهم جهود كبيره، ودنا حقيقه نبرز مثل هذه الجهود. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لاستغلال هذا الشهر الطيب المبارك فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وان تكون هذه الجلسات وهذا البرنامج كله شاهدا لنا لا شاهدا عليه لا شاهدا علينا يوم نلقاه. إلى الملتقى في الدائرة، لكن ليس بعد غد إن شاء الله، وإنما بعد 4 أيام الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل يتجدد اللقاء. إلى ذلك الحين حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومكة تيجي معنا، ومكة تيجي معنا. مساء الخير.